طيب نرجع نتكلم بقى عن جدول الدوري الممتاز والمنافسة، وأول مرة المنافسة ثلاثية زمالك بيراميدز أهلي. من فترة أنا سألت حضرتك كتير وأنت مشرفني هنا، بيراميدز يخش الجيم وتيجي لا كذا مرة على فكرة، مش أنت بس، أنت وناس كتير جدا دخل الجيم. ما هو المشهد قدامك، مش محتاج بس كله بس انتوا كلكم كنتوا معترضين. لا مش معترضناش على انهم يدخل الجيم، لا مش معترضين يعني وجهه نظركم، لا مش هيبقى عنده النفس الاخير. ما دي المشكله، ما هو بقى النفس الاخير، انت جات لك فرصه تبرهن فيها انك تنجح التجربه. التجربه نجحت وتعمل فيها شكل وبطوله، خلاص البطل الاساسي في البطوله خلاص ابتعد. كان عندك فرصه انك تلعب مباراه كبيره قدام حامل اللقب، وفرصه انك انت تعمله، عندك الامكانيات. مين حامل اللقب؟ اللي هو نادي الزمالك. كان عندك الامكانيات واللعيبه ومريح وجاي وبتاع، لكن طبعا هي دي الكوره، فيها المفاجآت وفيها وعلى فكره ناس كتير كانت عارفه وعندها قراءه للمشهد انه بيراميدز مش هيعمل حاجه، لانه بيراميدز على مدار مواجهاته مع نادي الزمالك ما عرفش يكسبه. ليه بقى؟ تعالى في نهائي الكاس 3-0، تعالى في الدوري كلها تفوق لنادي الزمالك. يعني فرصه كانت مهمه بالنسبه له انه يعمل مباراه كبيره، يعني اتباغت بهدف مبكر، لكن لما يجي حاجه عندك هدف مبكر بيبقى عندك بيبان قدراتك كفريق واقف على الارض ولا لا، فريق بطل تعرف ترجع ولا ما بتعرفش، يعني بتعرف تتعادل او ما تتعادلش. عندك بدلك مثلا في كوره في العارضه، في كوره في القائم. طب ليه ما تقولش ان الزمالك بيبقى اقوى في اللقاء دي؟ لا مش انا مش بقلل من الزمالك، وانا بقول لك ان الزمالك خد المبادره وكان التوفيق حليفه، يعني ضربه الجزاء السريعه دي برضه دي حاجات من التوفيق، انه لعيب ينطلق بسرعه وياخد ثلاثه معاه يخش بيهم منطقه الجزاء ياخد ضربه جزاء، برضه دي توفيق عدم توفيق، لكن دي كان في فريق مركز وعارف بيعمل عاوز ايه من المباراه، وفي فريق نازل خايف، فانت لو شفت المنظر والوشوش هتعرف تقرا المشهد كويس جدا، يعني هو دخل في المباراه بعد الهدف لكن ما عرفش يحقق اللي هو عايزه. ليه؟ لانه الزمالك بيلعب بطريقه في منتهى الذكاء من مدرب فاهم وبيعمل ايه، يعني بيعتمد عمل خلطه رائعه جدا يعني ما بين الشباب وما بين الخبرات اللي موجوده اللي عنده، بعيدا عن كل الكلام اللي بيتقال